انت بتقنع نفسك بطريقة معينة وبشكل معين وستايل معين ان انت عايز تغير التاريخ، او عايز تقنع نفسك واللي قدامك ان انت انسان كويس، او تغير نقطة معينة قدام اللي قدامك. بمعنى ان انت مثلا بتقدم حاجة جديدة للناس وبتحاول انك تغير فكر الشر بالنسبة لك، ان انت بتقدم نفسك بشكل جديد بنوع جديد بتخصص جديد بعنوان جديد، بس الفكرة كلها انك انت بتختار طريق معين ما بين الشعر، ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين حلال والحرام، ما بين الجنة والنار، ما بين الثواب والعقاب. ده تناقض موجود في حياتنا، بس المهم انت عايز ايه؟ المهم انت عايز تغير حاجة معينة ولا عايز تبدأ حاجة جديدة؟ المهم انت عايز تفيد الناس ولا تضر الناس؟